رحنا قبل الفاصل على السوبر. الاهلي خسران السوبر الاخير بضربات الترجيح امام نادي الزمالك منافسه التقليدي. بس الدنيا انا حاسس انها قايمه ولسه ما قعدتش. هل الخساره في مباراه في بطوله ايا كانت هذه البطوله ممكن توصل لحاله من الانهيار؟ هل هناك تجارب مشابهه يا شادي؟ لا ما توصلش لحاله من الانهيار خالص. كان في الاسوأ من كده والفرقه عملت احسن من كده بكتير. احكي لي. نرجع بقى بالذاكره شويه مع يلا بعض. يلا بينا. المشكله ان انا كل حاجه احكيها تقريبا يا كابتن في الثمانينات والتسعينات انت كنت موجود. ما انا جايبك عشان كده. فهيبان بقى ان انا جاي. انت جاي ليه؟ ما انت جاي عشان كده. هيبان بقى عشان انا جاي احكي تقدر تقول حاجه انا مش فيها. لازم لازم اكون فيها. عشان نعرف هو حضرتك جاي ليه اصلا يعني. ده غريب قوي يا اخي. ده حاجه غريبه قوي. يكون بيشتغل. قول. طيب هو خلينا هو برده كان السوبر برده. يعني خلينا نتكلم على السوبر بتاع 16 يناير 94. جنوب افريقيا. هدف ايمن منصور في حضرتك. شفت بقى انا جاي هو انا جاي. هيوحشنا. هيوحشنا. اشوفك على خير بقى. هيوحشنا. نورتنا يا شادي. انا ممكن نستبدل الضيوف على الهواء يا جماعه ولا ما ينفعش؟ ندخل الفار دلوقتي. فهو نرجع بس سنه ورا قبل الماتش ده كانت بدايه الموسم عامله ازاي؟ لان برضو دي توريك ان الموضوع مش اسود قوي كده. نعم. الموسم ده كانت بدايته اللي هو 93 94 كان قبلها الاهلي 3 سنين مش بياخد الدوري. ده صحيح. مره اسماعيلي ومرتين زمالك. وبدا السنه دي الاهلي او كابتن صالح بقى ساعتها تعاقد مع مدرب انجليزي اسمه الان هاريس. طبعا. كان الزمالك الناحيه الثانيه معاه مدرب كبير ديف ماكاي مدرب اسكتلندي. رائع. كان مدرب يعني انا بعتبره مدرب عالمي وخد معاهم الدوري مرتين وبدايه محترم. الموسم كان في حاله من الشك. هو الاهلي هيقدر يرجع تاني يكسب الدوري ولا لا؟ كان في تعاقدات جيده جدا السنه دي من السنه اللي قبلها كان رجع حسام ابراهيم حسن من الاحتراف. السنه دي كان محمود ابو الدهب من المريخ البورسعيدي. خلينا نقول كان في فيليكس كان لسه صغير كان لسه جاي من غانا. كان في رضا. رضا عبد العال طبعا. نعم. من الزمالك ده كانت اقوى صفقه. وبدا الموسم لو خلينا نقدر نعرض كده كان في الاسبوع الرابع ماتش مهم جدا 26 سبتمبر 93 في الجبل الاخضر. مباراة القمة أهلي وزمالك. أهلي وزمالك. بعد ثلاث دقايق نبيل محمود بيطرد. وطبعا يعني بعتبر جون الكابتن إبراهيم حسن العالمي من أجمل الأجوان. للأسف الإخراج والتصوير ظلمه. جول عالمي طبعا. يعني حاجة ما بتتكررش كتير يعني الباك رايت يجيب جول بالمنظر ده. ده الماتش ده الباك رايت جاب جون والباك ليفت جاب جول والكابتن محمد يوسف. نعم. فكان في شوية تفاؤل مشيت الدنيا شوية وبعد كده أنا مطلع حاجة من أرشيف الأهرام كده بقى دي إحنا محتاجين نسألك فيها بصراحة لأن كانت غريبة جدا. شكله ما بيذاكرش كويس. انت ايه انت قبل النهارده كام 15 10 20 24 في الذكرى السنوية بقى اللي جاية. يلا اسأل براحتك. مع الان هاريس الاهلي تخطى الادوار وصل لنهائي كاس الكوس الافريقية. وبعدين في لقيت خبر في ارشيف بتاعي كده غريب جدا ان قبل ماتش النهائي كابتن شوبير يتراجع عن الاعتزال. كانت غريبه جدا بالنسبه لي قبل ماتش النهائي بيومين في الاهرام. فانا ما اعرفش القصه دي ايه القصه بتاعتها لدرجه ان انا برضو مطلع في الاهرام. انت جايب الجورنان ولا مش جايب؟ جايبهم جايبهم. ما عايز اشوف ده. ما اعتزلت امتى انا ده؟ لا يتراجع عن الاعتزال. خلاص وبعدين قبل افريكا سبور؟ قبل ماتش افريكا سبور بيومين. خلاص وبعدها كمان لقيت كده في عمود من العواميد استاذ نصر القفاص عامل عمود كامل شارف كابتن احمد شوبير انه ما تعتزلش وحاجات زي كده. كان اسمه القلم الرصاص او ايوه صح كده هو ده. وبعدين مصر كتيب اصلي. ايوه. ماتش بقى يوم 3 ديسمبر 93 قدام افريكا سبورت في العوده. انا عم عايز اقرا يا عم. هي صعبه شويه هتلاقي مكتوب تحت كده على الشاشه الكبيره دلوقتي. لو نقدر نشوفها. حذر وتفاؤل في الاهلي والغموض يحيط ببطل كوت ديفوار احمد شوبير صرفت النظر عن الاعتزال الباقي بقى انا مش شايف ساستمر. طب يا كابتن الكلام شفت انا مش غلطان بقى اهو كنت عايز تعتزل ليه يا كابتن قبل ماتش النهائي يا كابتن ثلاثة بالله العظيم ما انا فاهم. فالمهم يعني ان برضو انا كان عندي كان عشان اكون امين يعني الماتش بتاع مانويل ومحمد صبري ده 2-0 كان قبل الماتش ده ولا لا كان؟ لا بعده ما ده هنجيله بعديه ده اللي انا بعدها اختفيت قعدت يومين مختفي من النادي ومن البيت وحملت نفسي مسؤوليه رغم ان انا مش مسؤول على الهدفين يعني بس كنت مضايق جدا ومتعكرن جدا ودي قصه لطيفه جدا انا اسف هاخد منكم دقيقتين والله بالظبط يعني خسرنا 2-0 كنت مضايق جدا
ومتعصب جدا جدا، ولا مراتي عرفت انا فين، ولا وكان عندي هند وسلمى ساعتها ما عرفوش انا فين. ورحت في احد الفنادق في المقطم ساعتها كنا بنعسكر فيه زمان، وكان المسؤول في الفندق ده واحد اسمه وحيد صديقي جدا، وكان زملكاوي جدا، وبداوا يدوروا عليا في النادي. ما كانش فيه موبايلات ولا حاجه، لا مراتي عارفه انا فين ولا حد عارف انا، ما حدش عارف خالص، وانا في حاله متضايق جدا 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 ومش عايز اروح النادي، متضايق يعني في حاله غضب شديد جدا يعني. بعدين وانا في الفندق قالوا لي كابتن طارق سليم على التليفون. جاب تليفوني منين الراجل ده، عارف ان انا هنا منين؟ المهم والله العظيم ثلاثه شادي كده، الو يا كابتن طارق، قال التمرين النهارده الساعه كذا. قلت له جاي يا كابتن، ما تنتهاش، انا غبت تمرينه واحده. فرحت دخلت، قال لي كابتن الفريق يعمل كده، ده ينفع؟ عندنا الماتش الجاي مع الاسماعيلي. قلت له حاضر يا كابتن. ورحت الماتش وعملت ماتش كويس، اتعادلنا 1-1 اصلا. هو انا جايب ماتشات برضو من الماتش ده، فده بقى والحمد لله بقى ربنا كرمني. بس الحقيقه انا مش فاكر القصه دي عشان ما ابقاش كداب، ممكن كانت كلها خلفيه في المنتخب، ممكن يكون حاجه، لكن في النادي كانت الامور يعني هو انا الغريب بالنسبه لي، يعني هقول حته وهرجع تاني. الغريب بالنسبه لي بقى ان انا لقيت خبر بعدها بشويه ان كابتن عبده صالح الوحش واللجنه الفنيه اختارت كابتن احمد شوبير احسن حارس مرمى في افريقيا، ده في بطوله الامم الافريقيه. فما فهمتش يعني ازاي كنت عايز تتراجع من الاعتزال وانت لسه فورمه؟ يعني يا جماعه والله احنا مش شايفين حاجه، يعني فين الشاشه الكبيره اللي ورايا؟ يعني ارجع الف ورا ابص ورا، مكتوب باجماع الاراء، فين؟ مفيش شاشه كبيره قدامي شغاله والله، اهو اسال الضيوف يعني، مفيش شاشه كبيره شغاله. لكن انا الوحش شوبير احسن حارس مرمى باجماع الاراء، ماشي اوكي. كده يعني اظن ان انا بقى كده كابتن انا براءه بقى، طالما قلت شوبير احسن حارس مرمى براءه. مش كده، ما فيش مشكله بالنسبه لك يعني. قصه الزل مش فاكرها عشان ما ابقاش كداب. طب امشي بقى شويه في الموسم ده، يلا بقى خلينا بقى ابدا. خليني انا بقول تداعيات السوبر بالظبط، تداعيات السوبر بقى اللي جاي بقى بعده ده كان غريب جدا. اولا الاهلي بعد ما رجع من السوبر حصل كان في بعدها ايقاف لكابتن ابراهيم حسن، مظبوط، راح المنتخب يلعب دوره وديه في الامارات. يا لهوي، ده انت هتفتح على نفسك فتوحه. كان كابتن طه اسماعيل هو المدرب، مظبوط، حسام حسن كسر الدنيا، خد هداف البطوله، رجع قرار الايقاف طلع، فواضح ان هو غيرته على اخوه كان متوتر شويه. ده صحيح. الاهلي في فبراير كان بيلعب ماتش قدام المصري بورسعيدي في الجبل الاخضر، مظبوط، وبعد الماتش ناصر التليس مهاجم المصري حصل ما بينه وما بين كابتن حسام تنشنه، فقام كابتن حسام شد معاه وبعدها قلع التيشيرت ورماها، حصل مشكله كبيره، وقرار لكابتن صالح سليم بايقاف حسام حسن 6 شهور. هنا بقى دي الحته اللي انا عايز اتكلم عليها، يعني نقول ايه ده، انا هحكي لك شويه كواليس بس كمل يعني. عظمه الاهلي هنا في الحته دي وعظمه كابتن صالح طبعا. اولا انا عايز بس ارجع حته باثر رجعي، هو في ناس كتير اصلا ما تعرفش مين ألان هاريس ده. في ناس متخيله ان ألان هاريس مدرب انجليزي، مدرب عظيم. ألان هاريس ده انا يعني هقول عنه معلومتين بس كده. هو كان مساعد لمدرب انجليزي كبير اسمه تيري فينابلز، نعم، درب معاه في كريستال بالاس، كانوا في الدرجه الثانيه، صعدوا نهائي الاف اي كاب وهم في الدرجه الثانيه، جاله عرض بعد كده من برشلونه الاسباني 84-85، نعم، كان مساعد لتيري فينابلز. اللي في النص ده يا جماعه ألان هاريس، نعم، هنا بقى الصوره دي وهو في برشلونه 84-85 كان بيدرب 2 لعيبه عظماء جدا، نعم، بن شوستر كابتن منتخب المانيا، يا نهار ابيض، جاري لينيكر هداف كاس العالم 86 نجم انجلترا. فانت بتتكلم في راجل كسب الدوري مع برشلونه بعد غياب 11 سنه، صعب معاهم فاينل تشامبيونز ليج، فاسم كبير. فهو راح لكابتن حسام، لكابتن صالح سليم، قال له انا انت يعني مش هينفع العب من غير حسام وابراهيم الاثنين، نعم. فكابتن صالح بعت له مرسال قال له لو انت هتخسر الدوري وبتخيرني ما بين حسام حسن والدوري، انا بقول لك اخسر الدوري. صح. فطبعا ده موقف قوي قوي من كابتن صالح. بس على الناحيه الثانيه بقى، وانت بتعمل قرار قوي زي ده انت قادر تلم الدنيا وعادي، خسرت السوبر مش مشكله، انت كسبت كاس الكؤوس لسه الدوري، فلازم تحافظ على الهدوء ده. بدات الفرقه تمشي بخطوات بقى زي ما حضرتك قلت من بعد ماتش الزمالك، لان ده برده كان هزه. نعم. ده كان اول ماتش بعد كاس الامم الافريقيه، مظبوط، 17 ابريل 94. خسر الاهلي 2-0 من الزمالك، في ناس كانت ساعتها بتطالب باقاله هاريس، مظبوط، كانت الموجه عاليه قوي 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 هنا. كابتن صالح ما فيش الكلام ده، رفض تمام، انا معانا مدرب قوي، انا عارف انا جايب مين. وبدات الدنيا تمشي سنه سنه تاني، نسق تصاعدي،
المنافسه كانت ثلاثيه اهلي زمالك اسماعيلي. اسماعيلي مظبوط. الزمالك في الاسبوع 25 اللي قبل الاخير خسر من جمهوريه شبيل بجول عصام شعبان تقريبا. عصام شعبان. الاهلي متقدم على الاسماعيلي تقريبا بونت. في الاسبوع الاخير الاهلي راح يلعب المصري في بورسعيد خلص 0-0. صح. وهنا مباراه فاصله مع الاسماعيلي اظن كسب الاولمبي اللي امتحن كسب الاتحاد 5-0. الاتحاد في اسكندريه 5-0. فهتلعب ماتش فاصل. بقى لك 3 سنين بتخسر الدوري. صح. الموسم الرابع ممكن تخسره. وساعتها كانت الناس بتقول الاسماعيلي اعلى بكتير من الاهلي. وهو في حاجه ثانيه برضه انا بفكر فيها بقى غير بقى مستوى الكوره. انا بفكر بقى في كابتن صالح سليم نفسه وهو بياخد القرار ده. لو الاهلي خسر من الماتش الفاصل من الاسماعيلي هيتقال ايه؟ طيب تحب احكي لك شويه؟ انت خلصت ولا لسه؟ لا خلاص كسبنا بقى بهاتريك كابتن محمد رمضان وشه حلو علينا بقى. معلش هناخد من وقتك شويه. تحت امر. اللي حصل ساعتها بالظبط وعشان اكون امين يعني انه نصر التليس ده حبيبي يعني بس هو كان يعني في الملعب ثقيل جدا اللي هو لعيب رجل ودمه تقيل وهو ساعتها قعد عمل في حسام اللي بيتعمل وحسام كانت اعصابه مشدوده جدا بسبب موضوع ايقاف ابراهيم حسن انت عارف الارتباط اللي ما بينهم عامل ازاي فعمل في حسام اللي ما بص اللي ما يتعمل يعني فهو حسام غير فحسام هو طلع فهو من نرفزته فراح طلع وقلع التيشيرت وراح رميها فهذا الموقف لم يعجب كابتن صالح سليم هو التكمله بقى اتخانقوا في اوضه اللبس يعني قدام اوضه اللبس وربنا اكرمني ان انا ايه كنت موجود فايه يعني ايه لحقت نصر التليس ف لقيت او لقينا قرار فوري من الكابتن صالح بايقاف حسام حسن 6 شهور فعلا هارس راح للكابتن صالح وقال له لا ده المهاجم الاساسي بتاعه حسام هداف مكسر الدنيا يعني كابتن صالح قال له مش عاجبك توكل على الله انا هوقف حسام وهقول لك معلومه اغرب من الخيال اكتر 2 لعيبه كانوا قريبين لكابتن صالح وللكابتن طارق حسام حسن وابراهيم حسن بيعشقوهم يعني والغريب انه رغم القرار ده اللي هو العقوبه اللي طبقت بالكامل انه ظل حسام وابراهيم بيعشقوا الكابتن صالح سليم وانه قابلهم بعد كده وقال لهم ده ليكوا وده لمستقبلكوا و و و وصلنا للمباراه بقى لحد ما خسرنا شويه نقط كده بعدين وصلنا للمباراه الاخيره قبل الاخيره مع المصري تعادلنا 0-0 والاسماعيلي كسب الاتحاد في اسكندريه 5-0 وصلنا للمباراه دي. المباراه دي كان بطلها في الملعب محمد رمضان 3-0 بره الملعب كنا احنا كلاعيبه انا كنت كابتن تيم واللعيبه ومن الاسرار المهمه جدا انه كان هارس مش ما عندوش قناعات قوي ان وليد صلاح يبقى اساسي وكان رضا عبد العال عامل موسم رائع فاجتمعنا انا ومحمد رمضان مع كابتن طارق سليم عشان نلعب وليد صلاح اساسي واقنعنا كابتن رمضان كابتن طارق ومحمد رمضان كان له الدور الاكبر لان رمضان مقنع جدا وعمل ده ووصل ده للكابتن طارق فكابتن طارق قال هاتوا لي وليد وليد موجود ورمضان موجود هتكسبنا لو لعبت قال له بس العب يا كابتن وليد صنع 3 أهداف من الأربعة ماتش عمره رمضان طبعا رمضان سجل 3 أهداف من الأربعة وأيمن شوقي سجل الهدف الرابع والماتش ده كان رايح في سكة كبيرة جدا إنه أكتر من كده بكتير لنا شوية دلع وتهاون لا ما صدتهاش جت في العارضة كتير عبد الصمد بس عملت ماتش كويس رغم دخل فينا 3 أجوان في ربع ساعة ورا بعض وانتهت المباراة 4-3 واستدعوا حكم من تونس أبو ستة فتحي أبو ستة كان ليه قصه لا داعي لذكرها اصلا عندي اسرار كتيره جدا والناس تزعل مني بيقول لك انت ما بتكملش المعلومه لانها يعني في بعض الشخصيات ما فيش داعي ان اهو ده الماتش بتاع الاهلي والاسماعيلي واهداف رمضان الثلاثه ساعتها والجون ده عالمي يا كابتن عالمي اقول لك معلومه اكبر بقى ماركو فان باستن ده اقول لك معلومه اكبر بقى بص رضا عبد العال بص رضا عبد العال هايل اقول لك معلومه اكبر رمضان كان بيلعب المباراه دي عنده غضروف كمان بس وده الهدف الرابع بس اقفل على الاجوان بقى قلت له بص ده الجون الاولاني دخل فينا ف صمم كابتن صالح على قراره ولعبنا من غير حسام واحنا نجحنا ان احنا نقنع الكابتن طارق انه يقنع هارس ان وليد يلعب والمباراه دي كان وليد نجم المباراه رضا كان نجم المباراه رمضان كان نجم المباراه ايمن شوقي كان نجم المباراه ورغم ان حسام حسن ما لعبش لكنه فوزنا ببطولة الدوري العام. إذا من الممكن إنه من خسارة بتتولد عزيمة وإصرار ومنها بيبقى فيه بطولات. ممكن جدا و90 دقيقة بتغير الدنيا. 90 دقيقة بتغير الدنيا. 90 دقيقة مثلا الأهلي لو نزل عمل ماتش كبير قدام سيراميكا
كل المزاج العام ده هتلاقيه رجع تاني ان الناس مبسوطه وشايفه اللعيبه فايقه. وانا في رايي ان الكوره في ملعب اللعيبه, الكوره في ملعب اللعيبه اكتر من يعني حل. طبعا بحمل المدير الفني طبعا, نعم مش عايز الكلام, بس الكوره في ملعب اللعيبه, في ملعب اللعيبه في وقت كده اللعيب هو اللي لازم يثبت ان انا مش شاكك في نفسي, انا لسه قادر, انا نعم. انا اللي كسبت 4 بطولات وانا اللي كسبت الموسم اللي قبله 5 بطولات. ده صحيح. طيب